بس الشيشة التفاح اللي حضرتك بتشربها دي بتسد الشعب الهوائية وبتدمر أنسجة الرئة وبتدمر خلايا المخ لحد ما يحصل لك فشل تام في الجهاز التنفسي. يعني حضرتك لو بتشرب حجر تفاح كل يوم في مدة من 6 ل 8 شهور يا إما يحصل لك شلل تام يا إما وفاة. حلو قوي الكلام اللي أنت بتقوله يا دكتور، بس زي ما أنت قلت حجر تفاح، إنما دي شيشة معسل. لا، المعسل مفهوش شلل تام، وفاة على طول. شيل الشيشة يا محمود. امال اشرب ايه يا دكتور؟ كوباية لبن دافي وعليه معلقة عسل. هات اللي قالك عليه. شوف يا دكتور بيرم، انا مرضيتش اقبض عليك وعملت حساب للعيش والملح اللي بينا. اولا احنا مفيش بينا اي عيش وملح، لان دي تالت مرة انا اشوفك فيها في حياتي. ثانيا حضرتك عايز تقبض عليا بتهمة ايه؟ مش حضرتك الصبح حاولت تقتل نفسك؟ هل انا موتت نفسي؟ لا، بس حضرتك كنت بتحاول. هل انا موتت نفسي؟ بس حضرتك هل انا موتت نفسي؟ لا. امال عايز تقبض عليا بتهمه ايه؟ انت هتحاسبني على النيه؟ دكتور بيرم، فين الرجل العنابي؟ متهيألي انا اكتر واحد عايز يعرف مكان الرجل العنابي عشان اشكره على اللي عمله معايا. عشان كده انا اللي المفروض اسالك. سياده النقيب، فين الرجل العنابي؟ فين الرجل العنابي؟ معرفش. حضرتك عارف ان وزارة الداخلية كلها مقلوبة عشان تقبض على الرجل العنابي؟ تقبض على الرجل العنابي بتهمة ايه؟ تقبض على الرجل العنابي بتهمة ايه؟ عشان كان طاير من غير تصريح. بيطير من غير ايه؟ ثواني. الو، ايوه يا فاروق. ايه دلوقتي انا قاعد مع اللي اسمه بيرم ده، دكتور بيرم. قاعد مع الدكتور بيرم ده بساله الاسئله اللي احنا متفقين عليها، بيرد عليا باسئله انقح منها. انتوا بتحرجونا مع الناس ليه؟ حاضر يا فندم. حاضر، محاوله اخيره كده. ماشي، حاضر فندم. اتفضل فندم. دكتور بيرم، انا باسم وزاره الداخليه بعتذر لحضرتك عن الموقف اللي احنا فيه ده، وبطمن حضرتك ان الوزاره هي اللي هتحاسب على المشاريب كلها. بس حاجه بيني وبينك كده لتيسير، انت لو اعترفت دلوقتي انا هقف جنبك وهساعدك وهعتبرك شاهد ملك في القضيه. قضيه ايه؟ يوه يا اخي بقى بطل اسئله بقى. هات يا ابني حجر معسل وحجر تفاح. ممكن اروح؟ تقدر تروح، اتني الغور. اعزائي المشاهدين، اعزائي المشاهدات، وحشتوني قوي، مع اني لسه سايبكم من ساعتين، بس والله وحشتوني. اسمحوا لي ارحب بيكم في اول حلقه من برنامجكم الجديد طبق الفيل. والنهارده هنتعلم سوا طريقه عمل الفراخ المقليه بخلطه الفيل السريه. واحده منكم هتستني، هي فين خلطه الفيل دي؟ اقول لها هتشوفيها ازاي؟ دي سريه ولا ايه يا ست بهيه؟ انا مش فاهم انت متضايق ليه. من الاخر كده يا عم، يا بخت اللي صاحبه راجل. يا ابني بطل تلقيح كلامه، اتكلم زي الرجاله. في ايه؟ عفتك وعلى الدغري كده، انت اتكلمت عليا وحش في التلفزيون. انا ما اتكلمتش عليك وحش في التلفزيون، انا اتكلمت عن الرجل العنابي. يا سلام. طب ما انا الرجل العنابي. لا، احنا الرجل العنابي. وبعدين انا قلت ايه يعني؟ قلت عليا مسطح. ايه مسطح؟ سطحي قصدك؟ ايوه هي سطحي دي. طب ودي فيها ايه؟ انت ساكن فين يا عصفور؟ انا ساكن فوق السطح. تبقى سطحي ولا مش سطحي؟ صح، فدي عندك حق، ابقى سطحي. بس تعالى هنا بقى. ايه بقى مدور الرجل العنابي بالريموت؟ طب ودي فيها ايه؟ داير بالريموت يعني ما عنديش شخصيه. مين بقى اللي قال لك الكلام ده؟ اهم واغلى الاختراعات شغاله بالريموت. التلفزيونات دايره بايه؟ بالريموت. التكييفات دايره بايه؟ بالريموت. يبقى ايه؟ حتى الريسيفر المعفن بتاع واد كوبايه القهوجي شغال بالريموت. يبقى التلفزيونات والتكييفات والريسيفر بتاع كوبايه ما عندهم شخصيه؟ لا يا عم ما تغلطناش، العفو، انا ما قلتش كده. برضك يعني طيب، بس يعني الدماغ ما كانتش واصله. طيب وبعدين ما انا قلت عليك برضو انك راجل وابن بلد وحاجات حلوه كتير. وبعدين يا عصفور، انا قلت قبل كده انا اي حاجه بعملها تبقى ايه؟ لمصلحتي. ولو ما فهمتهاش دلوقتي هتفهمها ايه؟ هفهمها بعدين. يبقى تسكت وت ايه؟ احط الجزمه في بوقي. يا اما هحطها ايه؟ تديني بالجزمه على دماغي. طب يا عصفور ما انت شاطر اهو، حافظ يا عم. بس الحق يتقال يعني، الحلقه اللي انت عملتها في قد التلفزيون دي صيطتني جامد قوي، وطلعت من وراها بمصلحه جامده. مصلحتي ايه؟ اصل البت سلمى فكرت ان انا العبقري اللي ورا الرجل العنابي، فبدات يعني ايه؟
سلمى انت برضو خرجت معاها. انا كلامي ما بتسمعش ليه يا عصفور؟ ليه بس يا عصفور؟ اكيد قلت لها حاجه عننا. لا يا عم عيب عيب وربنا. انا بس قلت لها يعني ان هو صاحبي وحبيبي الراجل العناب وكده، وهي طلبت يعني تعمل معاه تحوال صحفي. وهي اللي هيخليها تطلب غير لو كنت قلت حاجه عننا؟ قلت لها ايه يا عصفور انت؟ قلت لها والله بس ان انا صاحبه وحبيبه ويعني تصفيته خفيفه كده. وليه تقول؟ وليه تقول؟ عصفور البت دي انت ما تخرجش معاها تاني وكلامها يتسمع بعد كده. يا دكتور ديرا لما صدقت تعبرني ابوس ايدك. ما هي ما عبرتكش انت، هي عايزه الرجل العنابي. ماشي يا عم تعبرني عشان اللي تعبرني عشانه، بس المهم انها عبرتني في الاخر يا دكتور. خلاص بقى والنبي. ماشي يا عصفور تعالى يلا ارميني في اي حته، وبكره تعدي عليا 10 الصبح عشان هروح السبتيه. اشمعنى السبتيه؟ انت مش عايز تبتدي شغل؟ هنبتدي شغل لو ربنا. صباح الخير يا عمي. صباح النور. انا هنا سيادة اللواء. عمي دي تقولها في البيت، وياريت ما تقولهاش في البيت حتى. ولو مش هقولك يا عمي في البيت هقول لحضرتك ايه في البيت بقى؟ ياريت ما اشوفكش في البيت من اصله. ماشي يا سيادة اللواء. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ ده يا فندم تقرير مفصل عن بيرم هاشم ايوب، واضح ان الولد ما يعرفش حاجه. اسم الله عليك، انت اللي تعرف كل حاجه. وفي خبر تاني كده يا فندم احتمال يضايق حضرتك شويه. خبر ايه؟ قول ما توقعش قلبي. عايز حضرتك تمضي لي على الطلب ده يا فندم. ايه ده؟ ده يا فندم طلب اجازه. يا خبر ابيض ارجوك. استنى يا فندم بفكر اخد دينا ونظام كده ونطلع كام يوم، يعني نقضي كام يوم كده. يا سلام، كان فين القرار العظيم ده من زمان؟ تروح وتيجي بألف سلامة. ألف سلامة. ربنا يخليك. وهتاخد كام يوم؟ يعني أسبوع كده إن شاء الله. لا أسبوع إيه؟ مد. لا يا فندم أصلها يعني أجازة بدون مرتب يعني. لا مرتب إيه؟ خدها على حسابي، خدها على حسابي. ماشي يا فندم، حضرتك طب بتسلم عليا ليه يا فندم؟ الأجازة لسه من بكرة. لا من بكرة، إحنا لسه هنستنى. يا ابني خير البر عاجله. يا فندم بس عشان أقعد بس أقفل قضية العنابي وبعدين ما تقلقش عليها، انا هقفلك قضيه العنابي. مع السلامه انت بقى. مع السلامه. هتوحشنا. مع السلامه. امه وانزاحت. طب قضيه الحوف يا فندم اقعد اقفلها ولا ايه؟ يا سيدي انا هقفل لك كل القضايا. مع السلامه بقى. طيب ماشي. جود لك يا فندم. جود لك بعد اذن حضرتك. يا ساتر ابن اخويا، لكن ريحه تقيل. معلش يا معلم سهر، احنا مش فاهمين حاجة، مش أي حاجة. زي ما هو مكتوب عندكم في الكارت، احنا شركة من أي حتة لأي حتة لتوصيل الطلبات ونقل البضائع والتخليص الجمركي. أيوة، إيه الجديد؟ ما البلد كلها مليانة شركات بضائع بتوصل لنا الحاجات لحد عندنا في السبتية. لا معلش يا معلم، نحن نختلف عن الآخرون، الخدمة اللي بنقدمها